واخد الدنيا في حضني في رأسه، لا ناقص حزن ولا هي ناقصة، وبنمثل رواية جهنمية، بس يا خسارة بموت فيها في آخر القصة. وعجبي حاسس اني مضغوط، هموم الدنيا ومصاريف الولاد ومستقبلهم، أحلام مراتي وطلباتها، مديري في الشغل وتحكماته وزحمة الشارع ودوشته. طب فين المساحة اللي الواحد يتنفس فيها؟ الواحد مننا محتاج براح، براح، بس فين وازاي وبكام؟ القراية كانت براح وما زالت، بس أسعار الكتب بقت في إمكانيات المواطن السويرس. برضو ألعب رياضة، هجيب منين وقت وأنا بشتغل 14 ساعة على الأقل في اليوم؟ أتفرج على التلفزيون، كان زمان محطتين فيهم 100 حاجة تتشاف، دلوقتي 1000 محطة ويبقى أحلى لو تقفلوا. أيوة، أخرج مع صحابي أو ده حل لطيف كده، صح، هو ده البراح. أيوة يا محمد، فاضي نتقابل يا حبيبي النهاردة؟ مش فاضي. لا معلش ولا يهمك، سلام يا صاحبي. أكلم شريف؟ مساء الفل يا شريف. ايه طيب 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 اقفل اقفل اقفل، هبطمن عليك بكره، مع السلامه. مصطفى عامل ايه يا حبيبي؟ الله، انت سافرت امتى؟ طيب ماشي يا درش، تيجي بالسلامه ان شاء الله، مع السلامه. محدش فاضي احسن برضو، لان انا اخر مره خرجت معاهم محدش فيهم ساب موبايل وما اتكلمناش كلمتين على بعض، ومراتي قفشت عليا عشان اتاخرت. طب والحل؟ انا كده ممكن انفجر ولا طق اموت. اخد اجازه واسافر؟ طيب مش هينفع، انا فلست بعد مصاريف المدارس، انا هنزل اتمشى. وبعد مرور ساعه ايديا في جيومي وانتر الله يسامحكم، دي حفره تحفروها في الشارع زي ده يا جدعان، حد يجيب الاسعاف، انا رجلي اتكسرت. يا رجلي، اجازه مرضيه يعني؟ والله فكره، اخيرا لقيت براح بس في الجبس.